دكتورة، شكرا جدا على المعلومات القيمة. كنت عايزة أسأل سؤال. دلوقتي يعني حضرتك قلتي إن أنا مثلا كفرد أقدر إن أنا أتعامل بالأي تي أي، يعني مثلا أنا دلوقتي بشتغل جينيور دوكمنت كنترول. أنا تمام. لما أبقى علم بقواعد الأيزو أو إن أنا أفهم الحاجة دي، ده يعني هيعود عليا إزاي، أو إن أنا ممكن أوصل شركتي إزاي إن أنا عارفة مثلا الأيزو أو كده؟ هو حضرتك الشركة هي اللي بتسعى إن هي تاخد شهادة الأيزو. حضرتك كون حضرتك فاهمة المواصفة وفاهمة طريقة تطبيقها هتسهلي عليهم كتير إن أنت تساعديهم في إن هم يعرفوا ياخدوا الشهادة بسهولة. تمام. فاهماني؟ لأن هم عندهم التطبيق ده المفروض إن هي المواصفة لازم تتطبق على كل الأقسام الموجودة عندك في الشركة، أو أتليست على خط إنتاج واحد مثلا. فاهماني؟ فعلشان حضرتك تبقي على علم بيها هتسهلي عليهم كتير في طريقة التطبيق هناك. تمام. طب دي ممكن تساعدني في ان انا مثلا ان انا ابقى سينيور في وقت اقصر، ولا ملهاش علاقة؟ هتساعدك أكيد، لأن أنت هتبقي فاهمة التطبيقات صح، فاهمة المصطلحات كويس، فاهمة إن ده بيساعدك في إيه، يعني فاهمة كل حاجة ولازمتها أنت بتعمليها ليه. فاهماني؟ يعني مثلا الايزو مثلا بيقول ان مثلا انت يبقى عندك فورم الاجازه مثلا، هل ينفع اي حد يكتب على اي ورقه درافت ويقول ان انا واخد الاجازه دي وخلاص، انا عملت الاجازه وسبتها؟ هل ينفع ان هو كتب الاجازه على ورقه درافت وسابها على مكتبه ومشي، معنى كده ان هو اجازته دي ابروف، ولا هو لازم يكتب الاجازه على فورم متعارف عليها من الاتش ار مثلا، يروح يمضي عليها ويديها المدير المباشر يعتمدها وبعدين يروح يوديها الاتش ار؟ الاجراء ده كله اسمه اجراء. تمام؟ تمام. لو الشركة معتمدة إن هي كاتبة في المانيوال بتاع الأيزو أو في المانيوال بتاع الكواليتي مانجمنت بتاعها إن عشان شخص يروح ياخد أجازة المفروض الستابس اللي بيمشي فيها 1 2 3 يمشي ورا الخطوات دي عشان ياخد أجازة بطريقة صحيحة، فلازم دي تبقى أبليكابل على الشركة كلها، أي حد هياخد أجازة لازم يعمل نفس الخطوات دي. تمام؟ ده كده اسمه إن أنت حطيتي سيستم للأجازات في الشركة. فبالتالي لما تيجي تطبقي السيستم ده على كل حاجه بقى عندك في الشركه، تقولي مثلا ان انت كل حاجه هتعمليها هتكتبي بتتعمل ازاي، هتعملي مانوال، هتعملي لها مانوال ازاي بتتعمل، فبالتالي هيبقى سهل على اي حد يجي يشتغل في الشركه دي ان هو يفهم السيستم في الشركه بسميه ازاي، ماشيه فيه ازاي. حاجه تانية، انت مثلا في عندنا في الشركات دلوقتي بقى في حاجه اسمها هاند بوك او مانوال او اي حاجه من الحاجات دي، دي حاجه اسمه امبلوي هاند بوك مثلا. الهاند بوك ده بيبقى موجود في كل الشركات علشان اي موظف جديد داخل يبقى عارف سيستم الشركه من الالف للياء ماشيه ازاي. فانت لما يبقى عندك ايزو في الشركه هتبقي انت عارفه كل حاجه من غير ما تروحي تسالي حد، يبقى عندك كل حاجه ليها مانيوال وكل حاجه انت بتعرفي اكنها كل حاجه ليها كتالوج كده انت بتتعاملي بيه. فده هيسهل عليكي وهيسهل على الشركه ان هي تعرف تحصل على الشهاده دي بطريقه كويسه. فهماني؟ شكرا جدا دكتور. عفو، التوفيق.